كيف اتعامل مع الشخص اللي كان معاي تركني وراح ورجع. انا دائما عندي فضول ليش راح، لان عادة لما يروح انت ما تعرفين ليش، مو بواضحة الاسباب، حتى لو تعلق لك في اي سبب انت ما تكوني مقتنعة. فانا احب اعرف شو السبب، يعني من نوع اللي اواجه الشيء. ثانيا على حسب السبب ممكن نرجع، ولكن غالبا لا، لان اللي يتركك مرة يتركك ألف مرة، قناعة قناعة. وغالبا اللي يترك يترك لأهداف أنانية شخصية، حتى لو كانت نفسية ما تضمنينه. فهي الشخص اللي يروح بدون سبب واضح وصريح، وحتى لو في سبب والله شاركني السبب، بوقف وياك. عما تروح ترجع